كان لي الشرف ان نكون حاضر في التكريم هذا ديال فاطمه الركراكي من الناس ديال الاورغانيزاسيون. الحمد لله تنشكر الناس اللي داروا فيا الثقه انني نكون معاهم في الاورغانيزاسيون. وانا جيت اليوم عند الام ديالي، ما تنعتبرهاش يعني انا شخصيه عاديه، هي شخصيه كنت انا صغير كنت نتفرج فيها، وليا الشرف انني نكون في التكريم ديالها. ونتمنى من الله ان الناس يعجبهم هذا الحفل اللي غادي يدوز ان شاء الله اليوم. نوع ديال المساهمه ديالي ما نقدرش نقولها لك حد داكشي تيبقى بيني وبين الناس اللي حاضرين هنايا، كل واحد هنا مساهم بشي حاجه يعني اللي داكشي تيبقى بينه وبينها وبين يعني الناس ديال الاورغانيزاسيون بعضياتنا، كل واحد تيساهم بداكشي اللي قدر عليه. وحنا هنا راه الاشاره لاي واحد يعني عطى لهاد البلاد هادي وعطى لسيدنا وعطى يعطي هز بالرايه المغربيه، حنا معاه نعطوه دمنا وعطوه حياتنا كاع، ما عندناش مشكل. ما نقدرش نقول لك ماديه، ما نقدرش نقول لك معنويه، حيت داكشي حنايا يعني تنفضل انه يكون يعني مستور من الاحسن، هذا هو اللي كاين. ماشي غير انا بوحدي، والله العظيم الا كل شيء هنا داير شي حاجه مستوره، وداكشي حنا الحمد لله بحضياتنا كل واحد يعني دير شي حاجه وديرها مستوره، ما ديرهاش باش نتباهوا على هذه السيده هذه، ولا دايرين ولا تنطلبوا بها هذه السيده، ديري لها تكريم يعني، ما جيش باش غادي نطلبوا بها ونقول لهم الناس جيو عاونوا باش ناخذوا لها كذا، ولا انا ديري لها تكريم ليها هزين بها. واليوم هذه الليله ديالها بحال الليله ديال العرس ديالها، انا البارح كنت عندها في الدار وحسينا بها مسكينه ان فرحانه، بحال اللي ردينا لها واحد البصيص من الحياه ديالها عاوتاني، يعني تفكرت يعني شحال هذه وتفكرت ان المغاربه باقيين تيبغيوها يعني. لهذا انا اليوم انا هنا وهاد الناس كاملين حاضرين هنا باش يفرحوا ديك السيده، هذا هو اللي كاين.